السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحيحه؟ كي داير وليداتكم؟ ازواجكم كل شيء هاني؟ اليوم البنات كنقدم لكم الطويبيله ديالي الغوجي بوج. ها الغوجي يا الحبيبه، اليوم عاوتاني كنعمل لكم طبيصلات ديال اكسيو. هانتوما في الحمار، انا هرست بهالطبيصلات هادو حيت هادو طبعا ديال الطويبلات ديال العشيه، ماشي ديال الغداء ولا شي حاجه غير ديال، لا بغيتو تاكلوا شي المملحات يكونوا عندكم، تكونوا حاطينهم هنايا، وهاد تكونوا عاملين فيهم ديك البيستاج واللوز وديك الشيء، او ولا عندكم شي كاطو ولا شي حاجه. انا وريتكم الطويبله وانتم غتقدموا فيها داك الشيء اللي بغيتو. انا غير بغيت نوريكم راه الغوج، الغوج يا الحبايب. هانتوما هانتوما، قولوا لي واش هذا الشيء يعجبكم ولا ما عجبكمش. هادو الشميعات، هادي السوينيات اتاي ديالي، ها هي عملت عاوتاني بالحميمار وقدمت هاد الكويسات هكا مذهبين. ايوا قولوا لي، كتبوا لي في التعاليق واش عجبتكم هاد الطويبله الرائعه اولا لا. انا دائما تحت الطلبات ديالكم، واي كلمه قلتوها انا مستعده، اي طلبات طلبتوها انا معاكم. هذه السوينيه ديال القهوه ترموات حميمرين، عملت معاهم هاد الكويسات حتى هما القهوه. حيت عاوتاني الزرق هنايا عملت هاد الديكور، هذا لا هو عجبكم، عاوتاني دوك ديال القنيدلات فيهم الحمار وفيهم الدوغي، هادوك عاوتاني حميمرين شميعات. المهم نتوما قولوا لي اي هادو التلموات، ما عنديش الغلقه ديالهم في الذهبي معليش. هانتوما ايوا نتوما قولوا لي يا البنات كي جاتكم الطويبله ديالي. هانتوما قلت ضروري نشارك مع حبيباتي حيت وعدتهم غنحط لكم الطابله الحمراء بالحمر. هانتوما انا هرست، ما بغيتش ندير كلشي حمار، هرست بهاد الدوغي بصله الدوغيين. هانتوما عملت هاد الرقيعات اللي لتحت هكا، وانتوما قولوا لي واش هادشي يعجبكم اولا لا. هادو البلاطوات ديال اكسيون، هادشي كامل اللي كتشوفوه راه ديال اكسيون، من غير الكيسان اللي ماشي د اكسيون، وهاد الشميعة حتى هما ماشي د اكسيون، وهادي ها هي حتى هي ماشي د اكسيون، اما لي غيست كلشي ديال اكسيون، البراد والكيسان ماشي ديال اكسيون ديال اتاي. المهم نتوما غتقولوا لي كي جاتكم الطويبله الرائعه، شوف على منظر كيفاش كيجي. هانتوما شفتوا على منظر البنات؟ هانتوما واش عجبكم؟ هانتوما انا البنات
واش تنتوما بحالي ولا انا ما كيقرب الحال يسخن كنحيد الزرابي ما كنبقاش حامله الزرابي، خصني على الارض باش نجفف دابا ساعه هاد السياق. مي كيكون البرد ما كرهتش نفرج الدار كامله زرابي، في ما نسطمسطم على الزرابي، ولكن مي كيجي الصهد صافي كنحيد كل شيء. واش تنتوما بحالي ولا انا؟ كتبوها لي في التعاليق الا كنتو تنتوما بحالي. هانتوما يلا البنات، انا دائما معكم بالجديد، لكن شي حاجه غادي نتوما الاولين، وانا شاركت معكم الطويبله ديالي اللي وعدتكم بها. وبالسلامة عليكم البنات، كنسلم على الميمات، كنسلم على خوتي وخواتاتي كاملين من داخل المغرب وخارج المغرب. البنات ما نقدرش نقول كل واحد، كنسى شي واحد ويبقى فيا الحال. خواتاتي كاملين المتتبعين ديالي الزوينين الرائعين اللي كيخلوا لي التعاليق الزوينين كيفرحوني، وشكرا البنات على التعاليق اللي كتكتبوا لي وعلى الكلام الطيب اللي كيخرج من الفم ديالكم، راه كتفرحوني كتفرحوني يا احسن متتبعين ديالي اللي كتتبعوني. كنبغيكم وكنموت عليكم، عليكم والسلامه الى الفيديو اخر ان شاء الله. وكتبوا لي حبيباتي في التعاليق واش الطبله عجبتكم، واش التفريشه عجبتكم، قولوا لي الاختيار ديالكم، وانا مستعده اي حاجه قلتوها لي انا مستعده. يلا عليكم مرة أخرى.